واش اجرى معكم اخوكس فيديو جديد؟ المهم الفيديو ديال اللي قلت لكم غادي نديرو، المهم الفيديو ديال الاحتفاليه ديال سميتها 500 سبسكرايب الدري سياسك واحد ناري. المهم الدري شكرا لكم بزاف على السبورت ديالكم. المهم دابا ولات 509 واقيلا، المهم اللي ما دارش سبسكرايب الدري ديرو سبسكرايب، ديرو سبسكرايب، ديرو سبسكرايب. عندك فهمتي الاحتفالية الدراري كتكون اليوم هي غادي ندير واحد تشالنج في اللعبة العالمية اللي بديت بها، يعني أول لعبة، ماشي أول لعبة لعبتها ولكن اللعبة اللي يعني عشت فيها بزاف ديال الأشياء. المهم في سيبير، المهم في سيبير الدراري مكانش عندي الحاسوب. المهم الدراري هاد اللعبة منطقية، ممكن تشوفوا الواجهة المنطقية ديال اللعبة، يعني داكشي واو سكسي والله هاد اللعبة سكسي بالله. المهم تشالنج هاد الدراري كيفاش، ما هو التشالنج في هذا الفيديو؟ وانا غادي نلعبو عينينا بحال هكا الدراري، غادي نسيت كاع كيفاش هكا عينينا الدراري دير داكشي عاد بقا تبان ليا ليكرو ثنائية الابعاد ما عرفت داكشي. المهم صح، المهم اليوم، المهم الدراري غادي نلعبو اول حاجة هي ايزي، وغادي نديرو اليوم سميتو نخليهم بلا 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 كيفاش كيديرو ليها باقي نخليهم عاب ليت كاع الدراري. المهم كاع الدراري نديرو غادي يكونو تسعود ضدي انا بوحدي، انا يكون عندي سلاح وما يكون عندهم اجنويه الدراري، وهذه اللعبه انا بحال هكا ليت جو دري ليت جو يا ربي ما يتسدش دري. نجيبكم يعني التحدي وبدون هذه نديروا تحديات اخرين مستقبلا ملي نوصلوا يعني شي اوبجيكتيف اخرين، ديروا لايك ديروا لايك فهمتي. المهم الدراري من بعد واحد الحديث يعني يعني داكشي اللي تصوير داكشي المهم سمح لي راح يطيح عليكم ليت جو دري نديروا كاملهم معايا قبل تيخصني شوية شي ليد واي ليتس جو ليتس جو ناري دبرت عليا. المهم الدراري كيما ان شاء الله نزلت من الكلا لا بلاش. المهم الدراري لعب بحال هكا ليتس جو ما كنسمع واحد هنايا فين هو كيبانش ليا وات امك كيبانش ليا الدراري وعمي المفروض تقلب ما عليناش. المهم نلعبو حلو هكا الدراري واحد كان هنايا عمي يكون سلاح منطقي ولا ماشي منطقي غتخسر غتخسر حيت انا ما يمكنش هاد الدراري واطا كيفاش طاح عليا هاد الشالنج هنا واش جبت واحد واحد اخر بلاتي 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 المك بلاتي تبقى نهرب الدراري خصني نبقى نهرب كده هذه شويه اللي صار شويه عاقل عايش دابا الدراري لا تكون شالنج ديروا لايك الدراري لا تكون شالنج بما بخوك كاك يحتفل الدراري بالمناسبة 500 سبسكرايب الدراري حتى واحد من هنايا زيد زعما مع ما بيستول يعني اللي لي ريا اي اول مره نربح بما اني ربحت الدري نرفعوا المستوى من جديد بلاتي نقطع المستوى ماشي هاد الشي نيو نديرو بان مكان نخلي ليهم بيستولي عارف اكين ليت جو الدري بيستولي هذا اخر طرح الدري اللي لعبوا في الفيديو اويا تصاحب بيستولي غادي يسترشموني الدري بيستولي غادي يشرشموني غادي يشرشموني كتبانش ليا عليا انا ما كتبانش ليا كيفاش ليا والله ما كيفاش
ودرنا هذا هو الفيديو اللي يعني سمح لي بزاف يعني كل شيء الجيم بلايات قلتهم ما يحتاجش الدراري اصلا صرا صعيب. المهم جربوا انتم واش وردوا عليا الا كنت عندكم كونت سترايك اللي ما كانتش عندكم جربوا في سيزون تاع واه عايز تقليكم بما اي جيم فيها الشوتر و داير بحال يعني بحال الشكل هذا غتدخل لكم فيه شالنج الا عجبكم يعني ان شاء الله ديروا لايك وهذه المدبه و غادي تقتلني